هذه الكرة محاولة من بالقاسمي، محاولة المرور بالقاسمي، يا سلام الحارس زيماموش في المرة الأولى والدفاع في المرة الثانية، انفراد ولكن زيماموش رائع وبارع. ترجع من جديد، تغيير الاتجاه على الجهة اليمنى لخدير، راح يرفع كرة داخل منطقة العمليات بالراسية، دفاع من هناك على الجهة اليمنى، الانطلاقة وسعيود يحاول في هذه الكرة على الجهة اليمنى ثنائية، يا سلام الدفاع، الدفاع يخرج الكرة المطالبة بماذا من جانب عناصر الاتحاد، كرة تسديدة وبعيدة، المطالبة بضرب الجزاء سنشاهد، وبالتالي هو الوحيد اللي يحكم في اللقطة. هناك كرة صعبة وخطيرة راسية، يا سلام الرحماني بروعة، وبعد ذلك التواصل مع الحكم. هي كرة أخرى لخدير على الجهة اليمنى، توزيع الأرضية داخل منطقة العمليات، من هناك عايشي والحارس ماموش، نهاية الفار من أجل التدخل. هي كرة أخرى لمصلحة شباب قسنطينة، يا سلام بالقسمي يتمكن من الوصول إلى مرمى الحارس ماموش، كرة صعبة خطيرة تمكن منها كما ينبغي، الترويض الممتاز والتدخل والتوغل داخل منطقة العمليات، وبعد ذلك التسديد بقوة في مرمى زيماموش، يهزم الحارس ويهزم الدفاع في المرة الثالثة كانت ثابتة. كرة من هنا الدفاع حاضر في المرة الأولى والثانية، تعود من جديد بالخماسة، الدفاع من جديد هناك بالقسمي، يحاول الهجوم مضاد بالقسمي، ممتاز بالقسمي، هاي يا سلام يسدد فوق مرمى الحارس زيماموش، هذا بنكيت، كرة داخل منطقة العمليات، ممتاز المتابعة، وين هناك يا سلام، تعديل النتيجة، تعديل النتيجة من حبيلة، هناك شيء ما، هناك ماذا، هناك خطأ ربما، هو وضعية تسلل من حبيلة، لازم الإسبقية دائما تكون للمدافع كما هي الأبجدية الدفاع، كرة صعبة وهائلة يا سلام بن يحيى، يتمكن من الوصول إلى الشباك وتعديل النتيجة في الدقيقة 69 بعد تنفيذ ركنية، الهدف يحرك الشباك ويحرك المدرجات بعدما كانت ساكتة وساكنة. كرة من نيايا داخل منطقة العمليات، حامية البديل على الشاشة، توزيع الأرضية بعد الحامية والحارس، بودروا البينية، بودربا لبن موسى، تبقى الخطورة كما قلت لك يا جمال، حامية حامية يتمكن من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 83 وجه لوجه مع الحارس الرحماني والشباك، وبقوة كبيرة يهز الشباك، ودرفلو الحاضر اليوم يهدي الهدف لدرفلو الذي صار محترفاً.